الموضوع التاني بقى الذي لا يقل أهمية واللي شايف إن حضراتكم محتاجين نركز مع بعضينا كده فيه شوية، هو إيه بقى اللي بيحصل في فرنسا؟ زمايلي وأنا عملنا جدول كده لطيف. عماد حط الجدول على البتاع، فش الهوامش يا عماد. إيه الجدول ده؟ الجدول ده حطينا فيه اليمين، ده أهو، حطينا فيه اليمين وحطينا فيه الوسط وحطينا فيه اليسار المتطرف. إيه بقى الفروق ما بين الثلاث حاجات دول هما؟ عشان يعني ما ياخدش ما تبقاش ما يتحولش الموضوع كأننا في محاضرة. طيب علشان ما نحاولش الموضوع كأننا قاعد بقى في محاضرة واقعد احكي لحضراتكم الحواديت والحكايات، خلونا كده ايه نفكر مع بعض. هو ايه اللي بيخلي الناخبين يختاروا البديل الف او ب او ج او د؟ طبعا الشخصية بتلعب دور مهم، يعني ما بتحب س ولا بتحب ص، ده مرتاح له مش مرتاح، طبعا ده موجود، احنا بشر وفي النهايه التقارب النفسي بيسموه السايكولوجيكال ديستنس، يعني سايكولوجيكال نفسي ديستنس، مسافه. لما المسافه دي كبيره تحس الراجل ده غلس رخم ما بتحبوش، ده موجود، يعني ما موجود وانت بتختار عريس لبنتك، وموجود وانت بتختار منتخبك وانت بتشجع حتى لعيب ولا ما بتشجعوش، يعني حاجات زي كده، اعتبارات مختلفه بتخش في الموضوع. بس الدول دي اعقد شويتين من الموضوع ده. ليه؟ لان هم عندهم حاجه اسمها السياسة. ايه بقى السياسات دي؟ اللي هي سياسات الدولة. طب السياسات الدولة دي اصلها ايه؟ ما هي البرنامج الانتخابي بتاع المرشح. انا دلوقتي جيت قلت لك يا عم لو انتخبتني انا هعمل لك 5 6 7 8 حاجات، ده برنامج الانتخابي. لو انت انتخبتني يتحول برنامج، يعني لو انا فزت يعني، يتحول برنامجي الانتخابي ده الى السياسة العامة للدولة. يبقى البرنامج الانتخابي اللي انا بقترحه على حضرتك ده البروبوزال بتاعي، ده انا بقول لك والله لو انت اديتني صوتك انا هعمل 10 حاجات، تمام؟ العشر حاجات دول هم بتتحول الى السياسه العامه للدوله لو انا فزت. المعارض بيقول لك لا، يبقى انا برنامجي فشل، فيقعد يراجع برنامجه الانتخابي تاني ويقعد له 2 3 4 عامل بقى ورشه وجايب ناس وبيطلع وجوه جديده ويجيب مش عارف والله المحافظ بتاع منطقه كذا ده يجي لنا، ده شكله وراجل فاهم وعمل نجاح صغير في منطقته، طب ما تصعده علشان يمسك كذا. طيب مين يمسك الزراعه؟ لان احنا المره اللي فاتت خسرنا في موضوع الزراعه دوت، ان احنا واضح ان احنا ما عرفناش نكمل المزارعين والفلاحين والناس، يبقى نبتدي نشوف لنا طريقه ان احنا نحل بيها، رؤيه ثانيه نحل بيها مشاكلنا الزراعيه. هو ده اللي بيخلي في دايما فريق يكسب والفريق التاني مش بيروح ينام ولا يقعد يطعن في ده ولا يشتم. طبعا يعني في انتقادات وفي خلافات وفي كل حاجه، بس ما وصلش لدرجه ان هو ايه ده خونه ده عملاء، لا 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 لا، لو دخلنا في السكه دي بقى اصلا دي مش ديمقراطيه. هي الديمقراطيه قايمه على التراست، على الثقه، انا واثق بان انا اتغلبت المره دي، بس لو عملت برنامج افضل وقدمت مرشحين احسن المره الجايه انا اللي هكسب. وبعدين لو الناخب جه في يوم الانتخاب واختار غيري انا لازم اترك السلطه احتراما للهيئه الناخبه، الهيئه الناخبه ده اللي هو جموع المواطنين اللي ادلت بصوتها. يوم الانتخاب يتحول الحاكم الى محكوم ويتحول المحكوم الى حاكم. انا بقالي عام 5 سنين زي حاله فرنسا كده، انا بقالي 5 سنين محكوم، في طبعا قوانين وفي قرارات بتصدر من السلطه التنفيذيه والبرلمان بيشرع يعمل تشريعات وقوانين، لكن في النهايه ياتي يوم الانتخاب انا اللي محكوم بقالي 5 سنين، انا النهارده هبقى حاكم، انا النهارده هقرر مين يكمل ومين يمشي. طيب ده كله بيحصل على اساس ايه؟ على اساس السياسات المقترحه اللي هي البرنامج الانتخابي. طب البرنامج الانتخابي ده بيجي منين؟ يعني انت بتعمله بتقعد على القهوه، قهوه الفيوم اللي انا بقعد عليها في الشيخ زايد دي، كل اقعد افكر ما تيجي نعمل كذا، ما تيجي نحل مشكله قشر، لا هو في ايديولوجيه اصلا، يعني ايه رؤيه سياسيه، مش هدخل في تفاصيل التعريف الفني ليها، بس فقط هي رؤيه للعالم. ايه علاقتنا، ايه علاقه مصر؟ بقول لك في ايديولوجيه اسمها الايديولوجيه في حالتنا المنطقه العربيه مثلا، القوميه العربيه، احنا لازم نكون جزء من العرب، انت ما انتش مصري وسوري، ولا ده الاخ فلان ده اخ عربي من اليمن، ده الاخ فلان ده عربي من تونس، فبالنسبه لنا القوميه العربيه دي حاجه مهمه جدا. يجي لك واحد تاني يقول لك لا يا عم انا اتبنى الايديولوجيه الاسلامويه، هو بيحط يعني احنا ليه بقى بيقول الاسلامويه؟ نطلع مش صادقين، يعني انا في يوم من الايام كنت اقول لك الايديولوجيه الاسلاميه اللي بيتبناها الاسلاميون يعني، بس احنا اكتشفنا كلنا ان هم طلعوا ايه نصابين. فالاسلامويه دي ايه؟ الاسلام الواو دي عشان في افتعال، في حد بينصب يعني باسم الاسلام، احنا برضو كمسلمين ما احناش كيس قطن، يعني يقول لك كيس فطن مش كيس قطن، مش واحد يقول لك هيديك علبه فاضيه مكتوب عليها الاسلام تروح انت مدي صوتك، وبعدين تدخل جواها تبص تلاقي بلاوي، ولا الاسلام ولا له علاقه باي دين.
فالفكره هنا ايه؟ الفكره انه الايديولوجيه الاسلاميه قال الله وقال الرسول ونطبق شرع ربنا ونلتزم بدوله العدل وشويه شعارات من هذا النوع. يجي الايديولوجيه تقول لك الوطنيه، يعني انا ملتزم بحل مشاكل مصر، انا لا هعرف احل مشاكل اليمن ولا لي دعوه، انا كل اللي اقدر اعمله انه والله لما ابقى عندي القدره انا ساعد هساعد، لان عليا مسؤوليه تاريخيه واخلاقيه واستراتيجيه تجاههم. انما مساله ان ابعت قوات اليمن وابعت قوات سوريا لا 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 انا ما عنديش الكلام ده، انا لو عندي قوات ابعتها اول فيصل تنظم المرور، انما مش هتقعد تحل مشاكل الدنيا. طيب هطلع فاصل، وبعد الفاصل في عندي جدول هيتعرض لحضراتكم دلوقتي القراءه الايديولوجيه للمرشحين الفرنسيين. انا فاهم ان حضراتكم عايزين في الاخر تعرفوا فرنسا هتحصل لها ايه، ده كلمتين كده نقولهم في الاخر وخلاص، بس انا عايز اخد دي مناسبه ان احنا نشوف كيف تعمل الديمقراطيه. ما الديمقراطيه دي اختراع، يعني في ناس قعدت كده وقعدت تقول لك طب نعمل ايه، طب ازاي نخلي السلطه بدل ما هي كلها مركزه في ايد واحد اسمه امبراطور اسمه ملك اسمه سلطان اسمه اي حاجه، نقسمها. فقال لك والله في سلطه تنفيذيه سلطه تشريعيه وسلطه قضائيه، كل واحد منهم ليه صلاحيات، وده في بينهم بعض شيكس اند بالانسز، يعني في بينهم مسؤوليات متبادله. ده بيحصل بقى ازاي؟ مين يعمل ايه وامتى وفين وهكذا.